الأذان هو شعار الإسلام وأعظم شعائره، فهو يضم أعظم العبارات والجمل التي تصف هذا الدين. إن واجهة كل بلد مسلم هو الأذان، فإذا ما سمعنا الأذان في بلد ما علمنا أن هذا البلد وهذه الأرض هي أرض مسلمين وأرض إسلام. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان بأنه الدعوة التامة، حيث حوت تعظيم الله سبحانه وتعالى. فابتداء الأذان بالله أكبر، كما حوى الأذان أعظم أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الركن الأول، الشهادتان. ثم يأتي بعد ذلك الركن الثاني في الدعوة إلى الصلاة في قول المؤذن حي على الصلاة، وبقية الأركان وبقية أمور الدين تندرج حول دعوة المؤذن أو تحت هذه الدعوة حي على الفلاح. هذه الدعوة التامة، وهي دعوة في الحقيقة، لأنها مغفرة للمؤذن امتداد صوته. فالمؤذن عندما يرفع الأذان إنما يلتمس بهذا النداء رحمة الله سبحانه وتعالى. ولما كان الإسلام دين نظام ودين اجتماع للناس شرع هذا الأذان.